نروح نقرب للصوره اكتر ونروح لزميلنا كريم احمد علشان يحطنا في الصوره اكتر. تحياتي ليك يا كريم. برحب بيك يا كابتن اسامه، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. عاملين شغل اكثر من رائع، طاقم بعثه قناه النادي الاهلي كريم احمد، محمد دكروري، محمد عويضه، حاطين جماهير النادي الاهلي في الصوره اول باول. بحييكم على التغطيه دي يا كريم. بشكرك والله يا كابتن اسامه، يعني الكل الحقيقه بيتفانى في العمل في حب النادي الاهلي، والحقيقه عشان ننقل صوره حيه لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيتابع قناه الاهلي من الصباح الى المساء، لكل صغيره كبيره والتحركات التدريبات. فيا رب ان شاء الله نكون موفقين حتى النهايه بمشيئه الله، وغدا تكون انطلاقه وفرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي والشعب المصري باذن الله. ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي بالترتيبات الحقيقه اللي كانت على قدم وساق من القاهره ثم وجودنا هنا الى المغرب بالجديه اللي اكدنا عليها كابتن اسامه في البدايه في التدريبات الاولى، يعني ادتنا مردود كبير جدا. واقول لك النهارده كمان يعني كان التدريب الرئيسي والاخير اللي ادانا مردود اكبر الحقيقه على الروح الكبيره والثقه الكبيره جدا اللي شايفينها مع العيبه للنادي الاهلي. التدريب النهارده كان جيد جدا، انت عارف طبعا كابتن اسامه النهارده كان التدريب الرئيسي 60 دقيقه كانت على ملعب صينيه الرمل. مباشره عقب انتهاء التدريب رجعنا من جديد الى فندق الاقامه، ليه طبعا التوجه الى طنجة للمكوث في ايضا فندق اخر للقرب من ملعب ابن بطوطه اللي هيستقبل مباراه الغد بمشيئه الله الثامنه مساء بتوقيت المغرب، التاسعه مساء بتوقيت القاهره. وانت بتكلمنا دلوقتي يا كريم، وانت بتكلمنا دلوقتي احنا بنعرض صور لملعب المباراه وتفقد الجهاز. طيب كان صور التدريب، وكان من شويه معانا صور ملعب المباراه وتفقد الجهاز الفني لملعب ابن بطوطه. اتفضل. بالتاكيد يا كابتن اسامه، انا اتذكر كنت معاك مع الكابتن اسلام الشاطر ومع الكابتن اسامه حسني، وقلنا يمكن كنا بنتمنى حتى الجهاز الفني يكون متواجد يتفقد ارضيه الملعب يشوف المدرجات الامور عامله ازاي، لكن الحقيقه حاجه اكثر من رائعه بنشيد وبنحيي الحقيقه كل المنظمين طبعا هنا في المملكه المغربيه، طبعا اشقائنا المغاربه على توفيرهم ملعب على اعلى مستوى لدخول وخروج ارضيه الملعب. وايضا كمان الحقيقه الامن بيقوم بدور كبير جدا يا كابتن اسامه، يعني اقدر اقول لك موكب كبير من تطوان الى طنجة تامين على اعلى مستوى، فيمكن ملعب ابن بطوطه وتفقد الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر يعني طمنوا بشكل كبير جدا على جاهزيه الملعب، لان انت عارف يا كابتن اسامه النادي الاهلي بيتميز بالجمل التكتيكيه ان تكون ارضيه الملعب ممتازه تساعده بشكل كبير جدا. فيا رب ان شاء الله تكون فالخير وتكون انطلاقه بالنسبه لنا المباراه الافتتاحيه غدا بمشيئه الله، ويا رب ان شاء الله باذن الله بالروح الكبيره وبالاصرار الكبير وبالرسائل المهمه جدا كالعاده من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه اللي بيحفز بشكل كبير جدا وبشكل مستمر لكل لاعبي النادي الاهلي، يا رب تكلل بالنجاح غدا بمشيئه الله ان شاء الله. طمنا على الجو كريم، اليومين اللي فاتوا كان في امطار غزيره، بروده شديده، الجو النهارده ايه؟ والمتوقع بكره ان شاء الله الارصاد عندكم هتكون الدنيا اخبارها ايه؟ يعني الحمد لله كابتن اسامه كنا بنقول يا رب ان شاء الله مع قرب الايام ويوم الاربعاء تحديدا يكون الطقس معتدل، ووجودنا كمان في طنجه انت عارف طبعا تطوان في جبل الجو كان صعب جدا عالية جدا. لكن الحمد لله النهارده الجو اكثر من رائع، ايضا كمان فور وصلنا هنا الى طنجة الى فندق الاقامه، الجو ممتاز في هذا التوقيت ان شاء الله لا يصاد عليها دي المباراه، في بروده لكن مفيش امطار مفيش رياح كثيره، فيا رب ان شاء الله باذن الله كل الامور دي تسهل المأموريه على طريق النادي الاهلي، وتسهل ايضا كمان على مستر كولر للتشكيل والاختيار والتكتيك والقياده الفنيه اللي بنأملها كالعاده تكون مميزه جدا في الانطلاقه. اوكلاند سيتي فريق مميز عنده ايضا لعيبه مميزين بيلعب بطريقه 4-3-3، لكن المفاجات موجوده كابتن اسامه في كاس العالم، فان شاء الله يتم حصر سيناريوهات عديده جدا، يتبقى لنا التوفيق وتبقى لنا اصرار لعيبه النادي الاهلي اللي بنراهن عليه زي ما بنراهن على كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. قول لي يا كريم، النهارده كان التدريب الاخير النهارده في مدينه تطوان قبل السفر الى طنجه، المعنويات النهارده معنويات اللعيبه في المران الاخير، الجهاز الفني ان لنا برضو طمنا على معنويات لاعبي النادي الاهلي. معنويات مرتفعه الحقيقه يا كابتن اسامه بشكل كبير جدا، تركيز كبير جدا جدا جدا، الكل بيقوم بدور، يعني يمكن ما يميز الحقيقه هذه الرحله مجلس اداره النادي الاهلي وجود الكابتن محمود الخطيب، مهندس خالد مرتضي، الكابتن محسن صالح، كابتن زكريا، في اهتمام كبير جدا واللعيبه واصله لها هذا الامر، ايضا كمان التدريبات الروح المعنويه بنشوفها، اللعيبه على طول كل بيشد بايد الثاني، كل بيحفز الثاني، يعني بتسمع حسين الشحات بيقول يا رب ننتصر، يا رب نكسب، يا رب ناخد كاس العالم، ففي
يعني روح كبيره جدا. عشان كده بنقول يا رب تكلل بالنجاح. الترتيبات في التدريبات شيء يا كابتن اسامه، خبرتك الكبيره انت عارف، لكن 90 دقيقه غدا هتكون مهمه جدا، محتاجه تركيز اكبر ومحتاجه مجهود اكبر من اللي بذل خلال الايام الماضيه. فبنشيد الله ان شاء الله تفضل الروح المعنويه مرتفعه، تفضل الرغبه المتجدده كالعاده لفريق النادي الاهلي، جمهور الحقيقه المغربي اللي يعني ان شاء الله باذن الله يزين استاد ابن بطوطه ويؤازر فريق النادي الاهلي مع جمهورنا ان شاء الله باذن الله، منتظرينه يكون متواجد بنشيد الله في المدرجات، ويا رب ان شاء الله تكون انطلاقه وفتح كثير علينا غدا بنشيد الله ان شاء الله. في اجتماع فني النهارده طبعا يا كريم هيكون موجود فيه المهندس خالد مرتجي، لسه ما تمش الاجتماع الفني اللي بيتم فيه تحديد الفريقين بيلبسوا ايه، حراس المرمى، مواعيد التسخين، انطلاق المباراه، ابتدى ولا لسه ولا في حالا؟ لسه منتهي حالا. يمكن وانا بكلمك كابتن كويس وصل المهندس خالد مرتجي، الكابتن سيد عبد الحفيظ، العميد علاء صلاح، الكابتن سمير عدلي، الكل الحقيقه لسه واصل لحالا، كلها طبعا انت عارف ترتيبات خاصه بالامور التحضيريه، التحرك ايضا كمان، يمكن كان عندهم يشوف كل طبعا اطقم اللبس طبعا المتفق عليها لفريق النادي الاهلي، اجتماعات معتاده طبعا لفريق النادي الاهلي، لكن خلاص مجرد العوده الكل ده خلاص الى غرف خلع الملابس ومنها الى العشاء، ويا رب ان شاء الله غدا يكون يوم حافل على كل جمهورنا جمهور النادي الاهلي. هل النهارده في محاضره فنيه من كولر لاعبي النادي الاهلي، ولا اليوم عادي النهارده بعد العشاء كل اثنين لعيبه او كل لعيب في اوضته؟ بالتاكيد يا كابتن اسامه عقب انتهاء العشاء مباشره هتكون في يعني محاضرة أخيرة، محاضرة هايلايتس أيضا كمان، فيها بعض لقطات الفيديو، فيها بعض الأمور الخاصة بنقاط القوة والضعف المعتادة طبعا عن أوكلاند سيتي، لكن بنأمل بمشيئة الله إن شاء الله بإذن الله الوقوف على كل فقيرة وكبيرة بالنسبة طبعا لمستر كولر، ويا رب دعواتك بقى كابتن أسامة ودعوات كل جمهورنا إن شاء الله بمشيئة الله، ربنا ينصر لعبتنا بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. أخيرا يا كريم، بكرة اليوم بقى برنامج بكرة إن شاء الله، لعيبه هتصحى ممكن الساعة كام لو عندك معلومة، الغدا الساعة كام، الانطلاق بكرة للملعب، المباراة، كل الامور بكره، البرنامج ايه بكره ان شاء الله؟ برضو يعني حابين تحط دايما جماهير النادي الاهلي وانت على شاشه قناه الاهلي دايما في الصوره اول باول. يعني هبدا معاك من اخر شيء يا كابتن اسامه، هو الملعب بيبعد 15 دقيقه عن فندق الاقامه، لكن المعتاد طبعا لفريق النادي الاهلي انت عارف المباراه تكون 8 مساء، فيكون فطار صباحا 8 مساء بتوقيت المغرب، لكن التاسعه بتوقيت القاهره او مصر. بتوقيت القاهره، يمكن انا بتكلم على طول على التوقيتات من اننا متواجدين طبعا في طنجة 8 مساء غدا ان شاء الله، 9 مساء بتوقيت القاهره تكون الانطلاقه، الافتتاح يكون 10 صباحا، غداء 2:30 ظهرا، نقود محاضره فنيه عقب انتهاء الغداء، علينا نتحرك فريق النادي الاهلي قبل التوقيت طبعا الى ملعب ابن بطوطه بساعه ونص، هو البروتوكول المعتاد طبعا المباراه الخاصه بكاس العالم. تحضيرات انتهت ثلاثة كابتن اسامه، وتبقينا التوفيق بمشيئه الله. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا، وهتواصل معاك مره ثانيه. بنشكر زميلنا كريم احمد من مدينه طنجه، وكانت دي تغطيه لبعثه النادي الاهلي.